السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الخوت الخواتات، كذلك امهات الغاليات، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا الفيديو توحشتكم بزاف بزاف. وشكرا كاع للخوات والامهات اللي كيدخلوا يسولوا عليا في الواتساب او في الانستغرام ديالي، جزاكم الله كل خير وربي يحفظكم ويكبر بيكم. يا اغلى عائله عندي، والله صدق انتم اغلى عائله عندي. المهم اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا موجوده في شارع العزيزيه بمكه المكرمه. اليوم نشارك معكم عده محلات. بالنسبه للمحلات هذه انا ديجا كلها شاركتها معكم، منهم نيت مجمع الجوهره، هذا فيه 2 ادوار. وبالنسبه لاسامي حق الاسواق نخلي لكم هنا، اللي هو مجمع الجوهرة، برج التخفيضات توبتين، مجمع العائلة، مجمع الأبراج الصفوة، وعدة أسواق ما شاء الله. وجولتنا غتكون في برج التخفيضات. فيديو اليوم في برج التخفيضات. كانت دخون العربية أيوه ب250 تبعها بكاش هدية. كم قطعة هنا؟ 3 حبات قطع. شوفوا ما شاء الله 3 حبات 250 250 تبعها خمريتين، شعر مع الجسم ما شاء الله، وكذلك بخور. يعني هذه المجموعه يشتروها ومع هديه. وهذا هديه مننا احنا. ايوه شايفين بخور اماراتي. ايوه وكذلك عطر خاص رجالي، وكذلك مسك. شايفين ما شاء الله. شايفين يا اخوان مجموعه مكونه من 3 قطع، وتيجي معاه هدايا، اللي هو هذا. ايش هذا؟ هذا عطر عطر ورينيه، عطر خاص. هذا عطر، هذا عطر يجي هدية. وهذا بخور إماراتي، وهذا بخور إماراتي، وهذا خمريتين مخمرية، وهذا مسك الطهارة. مسك الطهارة شايفين؟ هذا كل هدايا مننا تابعة لك. شايفين تشتروا هذه ب250 ومع هذه كل هدايا ما شاء الله. العود يا أستاذة في هذا النوعية، عود هذا 150. أيوه نزلناها عليها عرض لا 50 ريال ما شاء الله. هذا 220 نزلنا عليها عرض لا 100 ريال، وهذا كذلك من 220 ل 100 ريال، هذا 50، هذا 50 ريال، هذيك 75 ريال، عليهم عروض كلهم، هذا عليهم عروض كذلك. هو هذا المحل في برج التخفيضات. هو يا عبد الله هذا؟ تفضل هذا، يا اهلا كله اورجينال. شوفوا هذه كلها عطورات اللي عندهم ما شاء الله، وعندهم عروض. شوفوا المبخرة هذه. في عروض حلوة. هذا العرض هذا كم؟ 200 ريال. 200 ريال 200 ريال مع هنا نفس الباكج. الباكج اللي صبرنا اول. تشترون هذه ب 200 ريال ومع هذا الكيس فيه هدايا. كذلك هذا الشيء اللي وريتكم. هذا النوعية الثلاث الحبات نزودهم عليها الباكج هذا ونزودهم مرش. شوفوا مرش حق البيت. مرش حق البيت. تشترون هذه تشتري 3 قطع ومعها مرش. مرش حق البيت مع هذا النوعية. ومعاهم هذه النوعية. النوعية اللي هذه الثلاثة على كم؟ اي 300 ريال. 300 ريال. 3 حبات. تباكي من 24 ساعة ل 48 ساعة. شوفوا هذه كلها مرشات حق البيت. وهذه كم أسعارها؟ هذا 50 ريال. 50 ريال. نفس العمر. مرش للثياب. مرش للثياب بعد الغسل. هذه ترشب الملابس بعد ما تغسلون. هذا موجود في برج التخفيضات. شايفين؟ شايفين ما شاء الله عندهم حتى الحاجات، بساكيت بالنسبه اللي يبغى يشتري هدايا ليه او مثلا ياكله هو. شوفوا هنا الكرتون من 13 ريال، وهنا كرتون من 15 ريال، وهنا من 12 ريال. المهم كل حاجة وسعرها. شايفين ما شاء الله. وغنوديكم القسم حق العبايات. شوفوا ما شاء الله. شوفوا هنا الحليب طويل الأجل 3 حبات ب 13 ريال ما شاء الله. هذا المحل ترى موجود في برج التخفيضات. شوفوا هذه العباية من 75 ريال. شايفين هذه مع طرحة تجنن من 75، وفي هذه النوعية. شايفين شايفين هنا الأشكال اللي عندهم في برج التخفيضات. هذا السوق موجود في برج التخفيضات جوا. هنا من 75. شوفوا ما شاء الله أي قطعة هنا من 75 ريال. شوفوا
في برج التخفيضات. شوفوا هذا الشكل، تجنن التشكيلات. شوفوا هذه كلها أحجار. شوفوا 75 ريال في برج التخفيضات، أي قطعة عندهم من 75. شوفوا اليد كيف عاملة، تجنن. وهذا الشكل برضو ب 75 ريال، جميل مع الطرح هذا صح؟ ارفع ارفع ارفع. شوفوا ما شاء الله تجنن، 75 ريال الحقوا هذا العرض. شوفوا هنا برضو ما شاء الله، شوفوا هذا الشكل جميل. شوفوا هذا الشكل يجي فيه خراط او سلسله كيف نقولوا باللهجه المغربيه، وفي هذا شوفوا ما شاء الله المخبة، واليد نفس الشيء جنن برضو ب 75. اي قطعة عندهم هنا ب 75. لحقوا هذا السعر صراحة جنن. شوفوا شوفوا هذه كيف الاحجار من جوانب وطالعة حتى كذلك في اليد، وطرحة برضو فيها نفس الشكل. شوفوا هذه، شوفوا ما شاء الله هذه من تحت، شوفوا ما شاء الله تجنن. اوريكم اليد، نفس هذا الشيء اللي موجود في اليد موجود التحت. شفتوا 75، شايفين السعر 75. شوفوا هذه تجنن، شوفوا هذه كيف التاية. شوفوا هذا الشكل برضو في ألوان من 75 ريال. دي كلها ألوانها، كل هذه ألوانها 75 ريال. شايفين ما شاء الله كيف الجلابيات كنسل. شوفوا ما شاء الله أشكالات روعة. شوفوا هذا الموضين من 75. شوفوا يجنن، شوفوا الطرزان قربها لكم كيف هابطة حتى لتحت، ونفس الشيء في اليد في برج التخفيضات. شوفوا ما شاء الله، شوفوا هنا، شوفوا هنا من هنا بس 50 ريال هذا الشكل. عاتوا ما شاء الله السوق كبير، وحتى البخور موجود فيه، غنشاركوا معاكم. شوفوا ما شاء الله دي كل الألوان اللي موجودة برضو من 75 ريال. شوفوا وهنا قسم حق الألعاب بالنسبة للهدايا. شوفوا القطعة ب 5 ريال، أي قطعة عرض خاص. وهنا في كتب برضو هنا يعني حق الكتب. هنا هنا اللوازم حق المطبخ 5 ريال. تخيلوا دي كل ما اشتريها ما تيجي غير القدر حقي. شوفوا هذا الشيء كله موجود في برج التخفيضات. شوفوا الصلايات، شوفوا تجنن. شوفوا كم سعرها، هذه الملاعق. وين المواعين، هي قطعة هنا من 5 ريال. دابا غنطلعكم من الفوق نوريكم قسم خاص بالملابس. شايفين في الملابس اللي موجودة عندهم، هذا الدور الثاني زي ما تشوفوا معايا. شوفوا ما شاء الله شي حاجة زوينة. السعر حقها من 90 ريال هذا الشكل، والله حلو. شوفوا من تحت كيف واسع.
هذه كلها ألوانها زي ما تشوفوا، زي ما تشوفوا هنا الأسعار من 180-120، يعني الأسعار تختلف. شايفين شوفوا هذا الشكل مرة حلو، نفس الزواقة اللي على هنا تيجي في اليد، والسعر حقها برضو ب90 ريال. هذه كلها ألوانها، شوفوا هذه جلابية تجنن، سعرها ب140 ريال. شوفوا تجنن. المهم هذه الأشكالات اللي عندهم بالنسبة لي، يبغى يشتري ليه أو لعائلته، أشياء حلوة. برضو هنا شوفوا هذا الشكل مرة حلو، شوفوا لكم برضو في هذه، ترى في مقاسات. شوفوا هنا، شوفوا هذه الفراشة تجنن، شوفوا وسعرها هذه ب120، وهذه الألوان ديالها تجنن.